بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء المبارك مع معالي والدنا وشيخنا معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وفضيلته غني عن التعريف، فهو العالم العلامة الفقيه الأصولي الفرضي، يعرفه الخطيب ويعرفه طالب العلم ويعرفه كل مستفت في هذه البلاد أو خارجها. فتاواه المؤصلة من الكتاب والسنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمله وأن يبارك في عمره، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولقد لبى معاليه هذه الدعوة المتواضعة للالتقاء بأبنائه منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف، ومعاليه صاحب مواقف مشهودة مع رجال الحسبة في جميع أنحاء المملكة، فهو من المدافعين عنهم، الداعين لهم، الذاب عن أعراضهم. نسأل الله عز وجل له الأجر والمثوبة في هذه الأمسية المباركة، في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة الرابع من شهر شعبان، نلتقي بمعالي والدنا وشيخنا الجليل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذا اللقاء مع أبنائه منسوبي الهيئة للإفادة من علمه ونصائحه وتوجيهاته، فندعوه حفظه الله لإلقاء كلمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، يا من اختاركم الله لتكونوا قائمين بأمر مهم من أصول الإسلام، تقومون بأمر هو صمام الأمان للأمة، فوجوده بقاء للأمة بإذن الله، وفقده هلاك للأمة، وهذا في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ضمن لمن يقوم بهذا الواجب، ضمن لمن لأمة يوجد فيها هذا الواجب، ضمن لها البقاء. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولما ذكر هلاك الأمم السابقة في سورة هود، قال في آخرها: فلولا كان من القرون من قبلكم، أي هذه الأمم التي هلكت، لو كان فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما هلكت. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أهلها مصلحون يعني يقومون بالإصلاح، ما قال صالحون فقط، قال مصلحون يعني يصلحون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاح، دليل هذه الآية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فهذا دليل على أنه لو وجد في هذه الأمم السابقة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما هلكت لما ذكره الله من العقوبات والعذاب الأليم. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان تشتد غربة الدين، يعود الإسلام غريبا، قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء يكونون غرباء في آخر الزمان. والغريب هو الذي يعيش في مجتمع ليس من أهله، مثل الغريب في البلاد والغريب المسافر يكون غريبا في غير وطنه. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في آخر الزمان يكون غريبا. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا من أجل أن يصبر من يعاصر هذه الحالة، أن يصبر على الأمر بالمعروف ليحصل على هذا الوعد الكريم، طوبى للغرباء. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حل بأصحاب السبت من اليهود الذين احتالوا على استباحة ما حرم الله عليهم من الصيد يوم السبت، وضعوا الشباك والحفر في يوم السبت فكانت الحيتان تتساقط فيها ولا يتعرضون لها، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وقالوا نحن ما صدنا يوم السبت، ما صدنا يوم السبت، يحتالون على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنازير. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، يعني نختبرهم بما كانوا يفسقون، يخرجون عن طاعة الله ويحتالون على ما حرم الله. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فذكر أنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم باشروا الجريمة والعياذ بالله، وقسم أنكروا، وقسم سكتوا وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم. قال الله سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه
يعني عن الصيد يوم السبت، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مسخهم الله من آدميين إلى قردة عقوبة لهم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم. قبلها قال فلما عتوا عما نهوا عنه، قبلها قال فلما أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه تفاصيل عظيمة من الله. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم، هؤلاء هم الذين سكتوا، قالوا معذرة إلى ربكم لأننا أنكرنا، ولعلهم يرجعون، لعل الله يمن على من يشاء منهم بالرجوع قبول النصيحة. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء، هذا محل الشاهد. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجى الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا، الذين باشروا الجريمة، أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولا يكفي هذا، تأذن ربك ليبعثن عليهم هذه الأمة اليهودية بسبب تمردها على طاعة الله واحتيالها على محارم الله، في كل وقت يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. وهذا كما هو واقع، فإن اليهود ما زالوا يسلط عليهم في كل فترة كما هو معروف بالتاريخ. وتجمعهم الآن في فلسطين إنما هو للنكبة التي ستحل بهم، إما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجمعهم في فلسطين ليس من صالحهم، وإنما ينتظرون النكبة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وستحصل لو كانوا في بلدانهم ومتفرقين لكان أحسن لهم، ولكن الله ساقهم من أجل أن يوقع بهم بطشة الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سلط عليهم الجبابرة، سلط عليهم الجبابرة من بخت نصر الذي وهو المجوسي، ملك المجوس الذي غزا بلادهم واستحلها كما ذكر الله في أول سورة الإسراء. ثم في عهدنا القريب سلط الله عليهم الألمان، الحرب العالمية الثانية، هتلر ماذا صنع باليهود؟ أحرق منهم المحارق الكبيرة، لأنه اطلع على خيانتهم ومكرهم فسلطه الله عليهم. في المدينة لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وعاهدهم ونكثوا العهد، ماذا حل بهم؟ منهم من نفر من المدينة وترك وطنه وترك ماله وبيوته وفر إلى أطراف الشام، ومنهم من سلط الله عليهم رسوله فقتلهم
بعد وقعة الأحزاب من بني قريظة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، ظاهروا المشركين من صياصيهم من قصورهم وحصونهم، أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها كان الله على كل شيء قديرا. ولا تزال النكبات تتوالى عليهم، كلما قويت شوكتهم سلط الله عليهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الشاهد من هذا ما نحن فيه، أنه لا ينجو عند نزول العذاب إلا من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قبلها الآية: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. ما يكفي أنه يكون الإنسان يصلي ويزكي ويتعبد، ما يكفي هذا، لا بد أن يقوم بإنكار المنكر. لا يسقط إنكار المنكر عن أحد، لكنه بحسب الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإنكار المنكر لابد منه ولو بالقلب آخر شيء. أما من لم ينكر المنكر فإنه ليس في قلبه إيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هل يقول الناس أحرار وخلوا الناس على ما هم عليه، لا تكبتون الحريات، لا تتدخلون بشؤون الناس، لا لا، من المنافقين هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يعبأ بقولهم. وليس هذا بغريب ممن يخذلون ويرجفون، ليس هذا بغريب، علينا الصبر، علينا الثبات، علينا بالقوة في دين الله سبحانه وتعالى، ولا نستسلم ولا نيأس، ولكن نعمل ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم لا نتسامح مع المنكر ونقول الناس أحرار والناس على ما يريدون ولا نتدخل بشؤونهم كما يقوله المخذلون والمرجفون والمنافقون، لا نلتفت إلى هذه الأمور. فعلينا بالصبر والثبات والاحتساب، ولنا من الله الأجر العظيم إذا قمنا بهذا الواجب بنية صالحة وصدق فيما بيننا وبين الله. لا شك أيها الإخوة أن الآمرين بالمعروف ناهين عن المنكر ينبغي أن يكونوا على معرفة بما يقومون به، أن يكون عندهم فقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يقوموا به على الوجه المطلوب، هذا لا شك فيه. يكون عندهم فقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعامل مع الناس، لأنهم مصلحون ويريدون الإصلاح، فيصلحون الفاسد والعاصي، ليس المراد الانتقام، مجرد الانتقام فقط، الانتقام آخر شيء إذا لم يكن بد،
ويكون بقدر الحاجة حسب ما حدود الشرع، لكن قبل الانتقام يكون هناك إصلاح، يكون هناك استصلاح، موعظة، يكون هناك بيان، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الناس الذين يقعون في الخطأ يختلفون، منهم من يقع فيه عن جهل، فهذا يحتاج إلى أنه يبين له الخطأ، ومنهم من يقع فيه عن شهوة ويجادل، فهذا يحتاج إلى جدال، جادلهم بالتي هي أحسن. ومنهم من يتمرد ولا يقبل لا الموعظة ولا الجدال، فهذا يحتاج إلى العقوبة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يحتاج إلى عقوبة، والعقوبة عند ولاة الأمور. ولا شك إن عندكم نظام والحمد لله تسيرون عليه، سيروا عليه وتعاونوا فيما بينكم، تشاوروا في الأمور، ولا تتعجلوا، وعامل الناس كل على حسب حالته، الجاهل والمتساهل والمعاند، كل واحد له علاج. أما أنكم تجعلون الناس على حد سواء، لا، هم على حد سواء. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة أول شيء، والحكمة وضع الشيء في موضعه، هذه مع الجاهل الذي وقع في الخطأ وهو ما يدري، تبين له، تنصحه. فإذا رأيت منه أنه ما يقبل النصيحة وأنه صاحب شهوة وهوى، تجادله بالتي هي أحسن. بعد ما تجادله بعنف وقسوة ينفر منك وينتقم لنفسه، لا، جادلهم بالتي هي أحسن، جيب الحجج البينة ورد على شبهاته، رد عليها وأقم عليه الدليل. فإذا تجاوز هذا كله وصار ما ينفع فيه لا الحكمة ولا الموعظة، فهذا له عقوبة كما تعرفون، بحسب جريمته، حسب ما يكفه ويكف غيره. فيجب أن يكون القائم بهذا الأمر على معرفة في عمله، وكيف يتعامل مع المخطئين والمجرمين والمعاندين، حتى يكون كل علاج في محله. لأنك أنت مثل اللي يعالج المريض، مثل الطبيب الذي يعالج المريض، أحياناً يكفيه حبوب ولا شراب ولا شيء يسير، أول شيء يمكن يكفيه إرشاد، اعمل كذا وتجنب كذا، وثانيا إذا كان فيه أثر تعطيه علاج مناسب، ثالثا إذا تطور الأمر يحتاج إلى عملية، إما بتر عضو وإما شق البطن أو غير ذلك، أو عملية في القلب أو ما أشبه ذلك. الطبيب يتدرج مع المريض على حسب حالته، أنت أولى من الطبيب في هذا، أنت طبيب في أمور الدين، وتعالج المخطئ على حسب خطئه وعلى حسب ما يحصل به المقصود وينكف به الشر. وبهذا بإذن الله ستنجح الأمور، تستمر. والصبر أيها الأخوة، الصبر
عليكم بالصبر، لا شك أنكم ستقاسون تعبا، لا شك أنكم ستلقون ملامة، أنتم مرضين الناس كلهم، أرض الله سبحانه وتعالى، وأما الناس ما يمكن ترضون. ولهذا لما طلب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين، طلب من أم المؤمنين عائشة نصيحة، فكتبت له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أعطته هذا الحديث المختصر أن المسلم يراعي ربه، يرضي ربه، فإذا أرضى ربه فإن الله يكفيه، يكفيه الخلق. وأما إذا كان يراعي الخلق ويرضيهم بسخط الله فإنه يحصل له عكس مقصوده، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سلطهم عليه. فعلينا جميعا أن نخلص النية لله عز وجل، وأن نجعل الله بين أعيننا، نرضيه سبحانه وتعالى، نرضي ربنا ونراعيه في أمورنا وأعمالنا ونياتنا ومقاصدنا، فإذا رضي عنا فإنه يرضي عن الناس. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذه كلمات موجزة، والمقام يستدعي أكثر من هذا، ولكنه من باب التذكير والنصيحة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الزملاء يسأل يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله على حبكم فيه، ما وصيتكم لأبنائكم في ظل فتن الإفتاء المتلاطمة، وما موقفنا منها؟ الإفتاء؟ نعم، الإفتاء هذه لها جهة مختصة تعالجها، هذه لها جهة مختصة تعالجها، والآن الحمد لله فيه معالجة، أسأل الله أن ينفع بها. أنتم شأنكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الإفتاء ومشاكل الإفتاء هذه لها جهة خاصة، أسأل الله أن يعينها ويسدد خطاها. نعم. يقول: ما حكم قول فعل الله لفعله؟ يعني قصده من هذا إحسن الظن بالله عز وجل، وأنه لا ينظر إلى المخلوق الذي يتشاءم في حقه. بعض الناس يتشاءم فلا ينظر إلى هذا، ينظر يحسن الظن بالله عز وجل. نعم. قل: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من يحلل الغناء، وما هو رأي اللجنة الدائمة في من يحلل الغناء والاختباط يقول بأنه حلال، وما نصيحتكم لهؤلاء الذين يفتون بذلك؟ هذه أمور ليست جديدة، قديمة، مشكلة قديمة، وفيها كلام لأهل العلم، ردود على من أباح الاختلاط، وردود على من أباح الغناء وأباح آلات الله له،
على آلات اللهو من المزامير والموسيقى وغير ذلك. هذه مخدومة ولله الحمد. وجميع الشبهات التي أدلى بها من يبيح قد ردوا عليها وفندوها، فيها كتب مطولة ومختصرة، قد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان قسماً كبيراً في هذا الموضوع، وله كتاب مستقل طبع اسمه السماع الكبير، فند فيه هذه الشبهات تفنيداً لما لا مزيد عليه، فلم يبقى لهم ولله الحمد أي شبهة يدلون بها إلا وهي مفضوحة ومكشوفة. نعم. وأما ترك صلاة الجماعة، الحمد لله كما تعلمون صدر بيان من اللجنة الدائمة في قمع والرد على من تكلم فيها، والفتوى موجودة، اطلبوها من الإفتاء، خذوا منها صورة. وبعد صدورها كما تعلمون الحمد لله انطفأت الفتنة وخسئت الألسنة التي تلغو فيها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أرجو إيضاح القاعدة الأصولية لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهل يفرق بين الخلاف القوي والضعيف؟ وأرجو بيان آداب الخلاف. هذا أيضا ليس من شؤونكم، مسألة الاجتهاد وتعدد الأقوال هذه من شأن الفقهاء والعلماء. فالخلاف إذا كان أحد الأقوال مخالفاً للكتاب والسنة هذا مردود ومرفوض، هذا مردود ومرفوض. أي واحد يقول قولاً وفي كتاب الله أو سنة رسوله ما يبطله فهو مردود واجتهاد باطل. وأما إذا كان الاجتهاد أو القول الثاني له احتمال في الدليل، يعني بعض الأدلة فيها احتمالات، بعض العلماء أخذ باحتمال والبعض الآخر أخذ باحتمال آخر، فهذا يسمونه اختلاف التنوع. اختلاف التنوع، كل واحد أخذ باحتمال من الدليل، هذا لا إنكار فيه، لا إنكار فيه بين الفقهاء. ولذلك الأئمة الأربعة كما تعلمون مذاهبهم فيها اختلاف، لكنها ولله الحمد ليست متضادة، بل كل منهم يأخذ باحتمال مما يحتمله الدليل من الكتاب والسنة، فلا يجهل بعضهم بعضا أو يضلل بعضهم بعضا، كل له اجتهاده الذي توصل إليه ما دام له احتمال من الدليل. أما إذا لم يكن له احتمال من الدليل فهو باطل ومردود. نعم. مثل لفظة القرآن؟ لفظة القرآن جاء بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، يعني هذا هو الاحتمال، هذا احتمال، هذا اللي ذهب أنه الطهر له احتمال، اللي ذهب إلى أنه الحيض له احتمال، وكلنا أخذ باحتمال ولا إنكار في هذا. نعم. معالي الشيخ أحسن الله إليكم، مع كثرة عمل الهيئة وكثرة القضايا التي نمسكها قست قلوب بعضنا، نرغب من معاليكم كلمة تبثنا من جديد، جزاكم الله أبدا. لا، كثرة المعاصي والجرائم والمخالفات هذه مما يشجعكم على المضي في طاعة الله وفي إنكار المنكر. لو كان الناس صالحين ما احتجنا إليكم، لو كان الناس مجتمعنا كله صالح ما احتجنا إليكم. فلا بد، مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم حصل فيه من سرق، حصل فيه من زنى، حصل فيه من عمل عملا، من قطع الطريق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفذ عليهم الحدود، ولا تأخذه في الله لومة لائم.
فما يمكن يكون مجتمع إنه نزيه 100%، لازم يكون فيه سفهاء، لازم يكون فيه جهال، لازم يكون فأصحاب شهوات. فلذلك شرع الله الحدود وشرع التعزير وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعلاج المجتمع. فلا نستسلم مع كثرة الجرائم وكثرة الفسقة وكثرة، لا نستسلم لهم، بل علينا أن نقوم بما أوجب الله علينا ونحتسب الأجر. وهذا ما قلنا، الصبر تحتاج إلى صبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقمان ماذا قال لابنه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى صبر، وإلا فإنه سيتخلى من أول الطريق، يقول ما أنا ملزوم ولا أنا مصلح للناس. لا، أنت ملزوم وأنت لك أجر ولك ثواب، وهذا من الجهاد في سبيل الله، هذه فرصك، هذه فرصتك، فلا تمل ولا تضجر ولا تيأس، عليك بالصبر. نعم. فضيلة شيخنا حفظكم الله ونفع بعلمكم، هل يستر على أهل المخدرات والمسكرات إذا كان في ذلك مصلحة، وما هو ضابط؟ نعم يستر. لا، هذا له حكم شرعي وله نظام عند الدولة ينفذ ولا يستر عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لرجل يعمل في جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويرغب في الانتقال لوظيفة أخرى فيها تعليم للعلم؟ كونه يبقى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل، إن كان يسأل عن الأفضلية هذا أفضل، إن كان يسأل عن الجواز هذا جائز، جائز أنه ينتقل لكن يفوته الأجر والثواب. نعم. معالي الشيخ، سؤالي، هل استصحابي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياتي خارج عملي، يقصد هل أمري ونهي سيسد شيئا من تقصيري في عملي؟ فقد يخرج المحتسب للمستشفى أو للمرور أو لمراجعة أي دائرة، فهل اكتسابي في حياتي العامة خارج عملي قد يعفي عنا كثير من التقصير؟ لا، ما يعفيك من تقصيرك في عملك، لأن تقصيرك في عملك هذا محرم، وقيامك بعملك واجب عليك، كونك تنصح وتعظ وتذكر هذا سنة في حقك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له جهة مختصة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حق الباقين سنة، فأنت ما تفعل سنة وتقول هذه تعوض عن واجب، لا. نعم. شيخنا، ورد في بعض ألفاظ حديث الغرباء أنهم النزاع من القبائل، فما المقصود بهذه اللفظة؟ النزاع يعني الأفراد القليلون، يكون في القبيلة واحد وبعض القبائل ما فيها أحد، فهم ندرة، يعني النزاع يعني النادرون من القبائل. نعم. هل لفضيلتكم أن يبين لنا مفهوم الاحتساب؟ وهل مثلا إذا جاء رجل الحسبة ليعمل في غير وقت دوامه يسمى احتسابا؟ الأصل أنه يسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الفقهاء سموه بالاحتساب والحسبة، وإلا هو في القرآن والسنة كلام أهل العلم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذا بالمعنى، ولا الأصل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن تسميته بالاحتساب هذا أمر اصطلاحي، أمر اصطلاحي فقهي. نعم. نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة توجيهية في الإخلاص. الإخلاص من أعمال القلوب، الإخلاص من أعمال القلوب، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فعلى المؤمن أن يخلص كل أعماله لله، فإن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه
وصوابا على سنة نبيه بهذين الشرطين، بهذين الشرطين: الإخلاص لله من الشرك والرياء، والمتابعة للرسول من البدعة والمحدثات. نعم. فضيلة الشيخ، هناك في بعض المساجد يوجد من يكتب على المحراب لفظ جلالة ولفظ محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون مجردة من التعريف هكذا: الله محمد. هذا لا يجوز، منهي عنه، صادر فيه فتاوى، لكن ما تنفذ في بعض المساجد مع الأسف. هذا واجب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف أنها تتتبع المساجد وتزيل ما فيها من الأخطاء. هذا لا يجوز كتابة الله محمد، لأنه يفهم العامي والجاهل أن محمداً مساوي لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا أصل له في الإسلام. المساجد لا يكتب فيها شيء، المساجد لا يكتب فيها قرآن، لا يكتب فيها دعاء، لا يكتب فيها أذكار تشغل المصلين، والمساجد ليست محل متاحف وتزيين، إنما هي للعبادة. ولهذا نهي عن زخرفتها وعن تزيينها بالكتابات والنقوش، نهي عن هذا. نعم. معالي الشيخ، نفع الله بعلمكم، هل الاكتساب على الأقربين يشمل قريب في العمل وقريب المكان؟ نعم، يشمل الأقارب في النسب، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأنذر عشيرتك الأقربين، ويشمل الجيران من حولك. نعم. معالي الشيخ، نرجو توجيه كلمة أو نصيحة لأعضاء الهيئة وزملائهم العسكر. أن يتعاونوا، عليهم أن يتعاونوا، فالعسكر يعينون إخوانهم من الأعضاء، والأعضاء أيضا يعينون إخوانهم من الجنود، يتعاونون على ضبط الأمور وعلى القيام بالواجب. نعم. معالي الشيخ، ما حكم الأخذ من اللحية مع العلم حينما ننصح بعض من يأخذ بلحيته يتعلل بأن هناك حديث في كتاب الترمذي؟ حديث لكنه لا عمل عليه لضعفه ولا يحتج به، والأحاديث الصحيحة المتعددة تأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها وإرسالها وإرخائها.